الخير على كل مشجع مشجعات مهارات عظيمة. أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. إن شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة. ونهاردة حلقة مميزة جدا. مش هقول هي ليه مفاجأة فيها، إن شاء الله هتكون بعد يعني أول شوط. هيبقى في الشوط الثاني معايا مفاجأة جميلة إن شاء الله حضراتكم تشاركونا، وهي يعني مفاجأة مشرفة الحقيقة لينا كلنا والمصر كلها الحقيقة. لكن اسمحوا لي في البداية أشكر متابعة حضراتكم، أشكر كل الأصدقاء اللي بيتابعوني سواء من خلال شاشة قناة الأهلي أو من خلال الصفحة الشخصية الشيف عظيمة حمدي بالعربي. بشكر حضراتكم لحسن المتابعة، وطبعا كل حضراتكم بتبعتوه تحط في الاعتبار. إن شاء الله بعد العيد مفاجآت جديدة وجميلة في البرنامج، تابعونا إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. النهاردة هنعمل مشويات بسيطة ولطيفة، أكيد كلنا في العيد بنحب إن احنا نعملها، وخصوصا لأن بيبقى ليها رونق كده، وخصوصا بيبقى فيه كده تجمع عائلي لطيف. اسمحوا لنا النهارده هنعمل منها بعض الحاجات. هنعمل مشويات ميكس جريل كده، منها في طرب، في كفته، في شويه ريش ضاني، يعني شويه كباب. وهنتكلم كده عن اللحوم واحنا شغالين مع بعض. خليني اقول اول حاجه بسم الله، هقول مقادير الكفته. عندي كيلو من اللحم المفروم، عندي ربع كيلو من اللية. هو يفضل ان اللحم يكون فيه شوية دهون، في ناس بتفضل تحط اللية للطعم، وفي ناس ما بتحبهاش بتكتفي بنسبة الدهون بس اللي بتكون موجودة في اللحمة. لازم على الأقل الكيلو ده فيه 20% دهون. عندي ربع كوباية من البرغل، دي اختياري ممكن نستغنى عنها. عندي بصلة مبشورة، هاخد طفل البصل، وعندي 7 بهارات أو بهارات لحمة، جوزة الطيب، شطة دي اختياري وليس إجباري، ملح وفلفل. الكفتة بسيطة جدا. وهنعمل بعدها الطرب، لأن الطرب من الحاجات اللطيفة اللي بيفرق عن الكفتة بأنه فيه منديل بطن الخروف. والمنديل ده أنا هوريه حضراتكم دلوقتي كمان شكله، تبقوا شايفينه، هو ده اللي بيتلف فيه الكفتة، كفتة اللحمة بتاعتنا. ونبدأ نلفه ونبدأ نسويه أو نشويه على الفحم، أو ممكن تحت كمان شواية الفرن، الناس اللي مش حابة يعني أنها تشوي على الفحم. لكن طبعا هو أحلى كتير الطعم بتاعه اللي بيكون على الفحم. طيب هنبدأ نقول بسم الله، وتعالوا كده إيه نعمل التتبيلات. أنا عايزة بس أجهز كذا تتبيلة مع حضراتكم، لأن أنا عايزة يعني أبقى مركزة شوية في الشغل. فأنا نزلت مقادير الكفتة، وبعدين هنزل على طول مقادير إن شاء الله هشتغل كفتة وطرب من نفس المقدار بتاع الكفتة ده. في ناس ساعات في الطرب بتحب تضيف يعني داخل خليط الكفتة شوية فلفل ألوان صغيرين، يعني حاجة، بس هي الحقيقة طعم اللحم لوحده هيبقى كافي مع منديل بطن الخروف مع الطرب. تعالوا كده إيه ناخد بولة كبيرة شوية. بسم الله، وهنزل اللحم المفروم كده. هاخد شوية من طفل البصل. طفل البصل ده لازم أعصره كويس قوي، بحط رشة ملح كده على البصلاية، واخد الطفل بتاعها بس أهو شوية كده مش كتير ده. وهاخد ممكن اخد من البرغل ده معلقتين. انا بحاول يعني ايه ممكن تديها قوام تحسسه، ممكن تحطه مكانها بيكنج باودر. في ناس بتحب تحط البيكنج باودر، بتحافظ على انها ما تكشش، يعني هي مش هتكش ان شاء الله ما تقلقوش. وهبدا ممكن رشه كده من التوم. عندي البهارات اللحمه بقى الحلوه، وممكن تستخدموا بهارات الكفته، بتتباع اكياس كده في السوبر ماركت بهارات كفته رائعه جاهزه، مفيش اي مشكله. رشه كده بسيطه من جوزة الطيب، وتعالوا بقى ايه نخلط الحاجات الحلوه دي كده مع بعض. هاخد طبعا رشه الملح والفلفل، طبعا بهارات اللحمه جميله، ال7 بهارات برضو جميله، تقدروا تطعموا كمان لو حابين بشويه من الكباب الصيني، حاجه بسيطه قوي. هي احلى حاجه ان احنا نستمتع بطعم اللحم. اولا الشواء اصلا بيضفي نكهه حلوه على اللحوم. تعالوا هنتكلم بقى عن اللحوم. طبعا هنتكلم عن البتلو والكندوز. طبعا احنا عارفين ان البتلو الاول اللي هو لحم البقر او الجاموس، ولكن الصغير اللي هو من اسبوع لحد الاسبوع لحد 14، ده بيعتبر من احسن اللحوم، لانه بيبقى دهونه متوسطه ولونه احمر فاتح ولينه، فده الصغير. طيب هنيجي بقى للكندوز، وبرده لحم البقر والجاموس، ولكن ده اللي كبر بقى، وصل عدى عمره سنه. ده
بيبقى يعني دهونه متوسطة ولينة، وبس لونه بيبقى أحمر زاهي كده متوسط اللين شوية. طيب الضاني طبعا مختلف تماما على خلاف هؤلاء، لحم الخراف طبعا، وده بيبقى مليان دهون. وعلى فكرة نسبة الدهون بقى، عايز أقول لكم معلومة، نسبة الدهون دي بتزيد من إيه؟ هي مش من الحيوان نفسه، طريقة أكل الحيوان. هو الحيوان اللي بياكل أعشاب خضراء أو اللي بياكل تبن، لذلك اللحم السوداني واللحم الصعيدي هتلاقوه دايما أفضل لأنه معتمد على الأعشاب الخضراء وليس التبن، وليس التبن. طيب بصوا بقى، هنتكلم بقى، طب أنهي حتة بقى حلوة للمفروم وأنهي حتة حلوة دي بقى الحاجات اللي إيه هنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. بصوا بقى، أنا عندي هنا مسيخة برضو كام سيخ، وعايزة الستكس بتاعت الشيش طاووق أنتوا حاطينها لي فين يا حبايبي؟ ممكن أخد كده إيه دي كده بالنسبة لي. اللحمة كمان لما بتسقع بتبقى حلوة، ده كده ممكن يتسوى على الفرن على طول، يعني أخده كده في صاج على الفرن، وممكن على الجريل. المنطقة بتاعة الريش والضلوع دي مناسبة للشوي، عشان بس نبقى متفقين. في حالة الايه اللي سنهم الأغنام اللي لسه سنها صغير. المنطقة بقى بتاعة السرة دي اللي بنستخدمها في الفرن، دي بنعمل منها كمان السجق، يعني دي من الحاجات برضو اللي حضراتكم ايه تبقوا عارفينها. الكتف بقى والفخذ ومنطقة القطن أو اللي هي بتتسمى يعني بيت الكلاوي ومنطقة الضلوع، دول سلق وتحمير وطبخ، مفيش أي مشكلة فيهم خالص. طيب هشوف كده، في تليفون يا ولاد؟ أصلي ما سمعتش أنتوا قلتوا إيه. بصوا بقى، انا عايزه اسيخهم بس شويه، خليني طب انزل دي، عايزه اتخن دي. نتكلم بقى على منطقه الفخده. منطقه الفخده دي يعني دي بقى ممكن ايه ناخد منها وش الفخده ده في البوفتيك، وش الفخده ده ناخد منه حته للبوفتيك بتبقى حلوه، شرايح رفيعه وجميله. تمام. وفي كذا حته تنفع للبوفتيك، بس اغلبهم يعني واحسنهم هي وش الفخده. في حته كمان بتبقى، هنتكلم عن الموزه وهنتكلم عن بصوا انا حطيت المكونات كلها مع بعضها. اللحمه طبعا لو اديتوها تدويره في الكب هيبقى احلى، لان هي لازم تبقى معجون عشان تتماسك تبقى حلوه. خليني بس اجيب صاج كده عشان اطلع الشوي، احط كام سيخ كفته دول معاهم. بسم الله الرحمن الرحيم كده. هنبدأ بقى نعمل كمان للطرب. بصوا كده، لازم أقفل من هنا فوق الأول. هناخد كام واحدة طرب؟ السياخ فين يا حبايب؟ شفتها في كيس، ماشي. بصوا بقى، هاخد واحدة كمان. خلاص يا محمد أنا لقيتها، تسلم إيدك وعينك. بصوا هاخد واحدة كمان كده للكفتة. كفتة طبعا لما بتبقى يعني ادوها كده سماكة كويسة، ما تبقاش لا رفيعة قوي ولا يعني تخينة قوي، لكن عشان كمان تستوي كويس وتبقى جوسي، مش عايزين ننشفها. حلو. طيب هنبدأ دلوقتي ناخد شوية من الكفتة دي، بسم الله الرحمن الرحيم، ونعمل الطرب. ادي منديل بطن الخروف، حضراتكم بتجيبوه لازم يتفرد، ولو مش بيتفرد حطوا عليه كيس وابدأوا ايه يعني اعملوه كده بايديكم، شايفين؟ او ندقوا حاجه بسيطه. وهنبدا ان ايه نقطع حته صغيره كده، نحط حته كفته كده، حته كفته، صباع كفته كده هفترض، يعني مش عايزينه كبير، هو ساعات بيبقى صغنن، يعني الطرب ده بيبقى صغنن ما بيبقاش كبير. ونلفه كده كده، خلاص اهو. انا سمعت كل حاجه، وهعمل كده كده، ادي كده مثلا، وهاخد كده ممكن اسيخه هنا
لو انا هشويه فحم. بس انا بقى هنا هدخله فرن. بصوا لازم ابصم عليه كده هنا، لان هو بيبقى سميك شويه ولازم يدوب، اللي هي الاسفل المنديل ده لازم يدوب شويه. انا عندي هنا شويه مجهزاهم، انا حطيتهم فين حبايبي اهم، بسم الله من الطرب. هعمل لكم واحد كمان، هلف لكم واحد كمان، بس خليني احط الطرب تحت الشوايه الاول علشان هو بياخد شويه. الكفته ممكن تحط على الرف الثاني، لكن ده لازم يتعرض للحراره، ده بديل الشوي يعني، ده بديل الشوي. بسم الله اهو، ادي الطرب، هاخد اللي انا كمان عاملاه، يفضل ما يبقاش تخين قوي قوي يعني، يبقى صغير وممكن يبقى اصغر من ده. خليني اوري لحضراتكم واحد كمان. اوكي ناخد كده هنا، وهاخد شويه من الكفته، حبه مش كتير ده. شايفين ازاي بقى ايه، بدخله سكنها جوه المنديل نفسه، ومش عايزه يبقى فيه كتير دهون. الدهون دي بقى ممكن تتفرم وتتحط مع حاجات تانية في اي وقت انا محتاجاه، مفيش مشكله مش هيجرى حاجه. وهاخد كده اهو، شايفين ازاي اهو، خلاص ده تخين قوي بس ماشي يعني. الشباب شغلوا عليه، لكن المفروض يعني ينعم عن كده كمان شويه، يبقى زي ما انا حضراتكم شايفين كده عشان ما ياخدش وقت معانا، واللحم يبقى جوه مظبوط يعني مظبوط سواه. طيب هننزل بقى مقادير الكباب بالمره، هدخل الاول الطرب والكفته دول شويه الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد هنا الطرب و ممكن نرفع دي لفوق سنه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، علشان هنا، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل الكفته هنا ونقفل. هنسيبهم بقى كده ايه، انا مشغله شوايه فرن وشوايه، حلو الكلام. طيب نبدا بقى نشتغل مع بعض دلوقتي في مقادير الكباب، ومعانا مين؟ استاذه منال، اهلا وسهلا، ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. ايوه كده بقى، عايزين الحاجات الجميله دي، مستنياكي بقى عشان نشوف الكفته اللي بالطرب دي هتعمليها ايه. يا حبيبتي دي جميله، هتطلع رائعه في الفرن، ولو عايزه تشويها فحم هتبقى احلى طبعا، عشان طعم الفحم مختلف اكيد. ايوه انا عايزه اشوف بقى الحاجات دي، قاعده متابعاك اهو يا حبيبتي. وعايزين بس الحاجات، انت عارفه بقى عندي جوزي بيحب الحاجات اللي جوه دي. انا عملتها، هتتعرض لك الحلقه. احنا الحلقه هتبقى امتى يا رانيا؟ حلقه الحلويات المذبح صح؟ ايوه اللسان والطحال، بكره ان شاء الله تابعيها استاذه منال بعد اذنك. خلاص ماشي، هتلاقي لسان والطحال والفشه ايوه فعلا هي دي اللي احنا كنا محتاجينها يا شيف. طب وتقولي لي رايك فيها بقى. لا ده انا هعملها كمان وانفذها يا حبيبه قلبي، برضه لسه مستنياكي في رقاق الطري يا نور عيني، من عندي ولعندي حبيبه قلبي. كل سنه وانتم طيبين، وحضرتك بالف صحه وسلامه حبيبتي، نورتينا وشرفتينا. صباحك زي الفل، صباحك رضا من رب العالمين يا حبيبه قلبي، بحفظ الله مع الف سلامه. طيب ننزل مقادير الكباب، شكرا ليك يا استاذه منال، والله اسعدنا سماع صوت حضرتك. طيب الكباب والريش عايزه انزلهم مع بعض بقى عشان ايه نبقى سوا. طيب وطبعا الكباب اساسا احنا هنعمل الكباب، بس عايزه اقول لكم الكباب ده اصلا مش مصري. تعالوا نقول مقاديره وبعدين نتكلم عنه. عندي كيلو لحم من البتلو المكعبات، وممكن من العرق كمان بيبقى طري اطرى حته. هنتكلم دلوقتي عن اكتر حتت ممكن الكباب يطلع منها حلو، هتبقى منين برضو. طيب عندي ربع كيلو ليا ضاني مكعبات، ده ممكن تتحط بين يعني في التسييخ، نحطها بين اللحم، وممكن ما تحطهاش، ده اختياري. عندي ميه بصل، ميه طماطم، معلقه من الصويا صوص، خل، عصير ليمون، سبع بهارات، ملح وفلفل. انا يعني مش عايزه احط فيها حاجه تاني خالص، الشطه دي اختياري، في ناس بتحب ساعات اللحم شطه، بس انا بصراحه ما بحبش، بحب طعم الكباب يبقى كده. فادي ميه البصل، ميه البصل، وادي ميه الطماطم،
خلوا بالكم ميه البصل والطماطم دي لو انا عندي كفته باخد منها وابصم على الكفته عشان يعني تبقى حاجه كده ايه وهي بتستوي تبقى مظبوطه. معلقه واحده من الصويا صوص بس تدي طعم تمليح مظبوط كده شويه. وعندي هنا توم باودر، البهارات بتاعتي 7 بهارات، رشه ملح وفلفل، وبنعتمد دايما في الكباب على طعم اللحم الاصلي بتاعنا مش على اي حاجه تانيه اهو بس كده. وادي وطبعا الريش كمان خليني اطلع الريش هحطها في نفس التتبيله، هيبقى الكباب والريش. بصوا دي ريشه ضاني ودي بتبقى الوحيده اللي موجوده يعني ايه في الخروف، بتبقى هي واحده بس مش منطقه الايه الضلوع بتبقى من. خليني اخد كده ايه معلقه او شوكه، هاخد كده نقلب تقليبه في اللحمه في التتبيله دي، وهنزل معاه الريش الضاني اهي شايفين ازاي. اهم حاجه في الشوي ان الحاجه دي تتنقع كويس، تبقى يعني مارينيه بتاعها تاخد وقتها فيه. ليه؟ علشان الطعم، اللحم يتشرب الطعم. وطبعا الضاني خلوا بالكم اللي محبي الضاني يعني ليه طعم مميز دايما في الشوي، فهو مش محتاج توابل كتير تخلي اللحم نفسه يغير طعمه، هو طعمه كافي جدا انه يطلع مظبوط وايه وليه طعم كده جميل. انا هسخن الجريل هنا شويه، ممكن اعمل دور شويه على الجريل. بصوا بقى الجمال، هسيبها من بالليل لتاني يوم قبل ما اشوي وهتطلع رائعه. تشوفوا بقى اللحم ده هيبقى طري وجميل ازاي. وبرضو انا كنت مسيخه كام واحده في اللحم هنا شايفين، ممكن بس انزل عليها شويه من الايه. شوفوا اللحم لونه اتغير ازاي لانه شرب التتبيله. بصوا شايفين الجمال. انا بقى هبدا في زي ما بيقولوا ايه استعد للشوي بتاعهم كده واتابع الطرب مع حضراتكم. وطبعا الاهم من ده ان احنا هنقدم يا سلطه الطحينه يا سلطه التوميه. انا هعمل توميه كده سريعه النهارده بسيطه سهله، هعمل لها مقدار كده خلينا ننزلها بس سلطه التوميه عشان لو اشتغلت فيها يبقى المقادير نزلت وحضراتكم صورتوها. توميه على الطريقه السوريه بتعمل لها مرحله اولى نص كوبايه نشا كوبايه ميه زي المهلبيه كده، بشيلها احطها في الثلاجه. وبعدين هاخد المرحله الثانيه، عندي نص كوبايه ميه، عندي زيت، عندي عصير ليمون، خل، فصين من الثوم او معلقه ثوم مفروم صغيره، وملح بس مفيش اي حاجه تاني. دي توميه سهله وبسيطه وطعمها بيبقى جميل. احنا عملنا الحمص بالطحينه وعملنا الطحينه مع حضراتكم، عملنا الطحينه الخام كمان، وهنعمل ان شاء الله بعد كده كمان الطحينه من الفول السوداني مش بس من السمسم، وهنعمل بابا غنوج. حاضر كل الحاجات اللي هي كده، نعمل يوم سلطات بس لمحبي السلطات بكل انواعها. اسمحوا لنا بقى دلوقتي انا هبدا استعد الجريل، بسخنه كويس قوي عشان عايزه احط كده فيه قطع اللحمه تبقى مشويه حلو يعني او تستوي معايا حلو. طيب بسم الله، ممكن كده نجرب في ايه اهو، شايفين الصوت ده مريح للنفسيه. لازم يبقى سخن جدا علشان اللحمه ما تنزلش ميه اهو. واحنا بقى هنسيبها كده شويه مع حضراتكم. الريحه طبعا جميله جدا، ولو ان انا مش من محبي الضاني اصلا، لكن الريحه طالما تعرفوا بقى الحاجه دي حلوه ولا وحشه منين، لما تكون انت شخص ما بتحبهاش اصلا وتحس ان ريحتها حلوه فممكن تجذبك انك تقول يا هي ممكن تطلع يعني حلوه كده، دي حاجه بتبقى يعني الحمد لله جميله يعني. اتمنى يا رب ان العيد ده يبقى عيد سعيد على حضراتكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا في كل انحاء العالم. يعني الايام دي ربنا يتقبل منا جميعا الصيام والقيام والصدقه وصله الارحام والكلمه الطيبه وجبر الخواطر وكل حاجه نقدر نعملها في يومنا نعملها، وما تستصغروش الخير مهما كان صغير، تاكدوا انه عند ربنا كبير جدا وما نعرفش فعلا في الاخر هو ايه اللي الواحد ممكن ربنا يرحمه بيه ويغفر له بيه. فاتمنى من الله انه يغفر لنا ليا ولحضراتكم
ولوالدي يا رب ويرحم امواتنا اجمعين. اسمحوا لي نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع مفاجاتنا النهارده ان شاء الله يا رب تنول اعجاب حضراتكم مع ضيفي المحترم اللي هينورني باذن الله. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه ومفاجاتنا النهارده معانا طبعا اول محاضر مصري وعربي وافريقي معتمد من جانب الاتحاد الدولي للكونغ فو. محاضر في الساندا صح كده، وتم اختياره من ضمن 50 محاضر من جميع دول العالم ما شاء الله. حصل على بطولة العالم والميدالية الذهبية في 2015 في اندونيسيا. الكابتن معتز راضي بطل العالم في الكونغ فو منورنا في مطبخنا في مهارات عظيمة. منورنا يا كابتن، سعيدة بوجودك معايا النهارده. انا اللي سعيد ومبسوط ويعني فخور طبعا، انا اهلاوي صميم طبعا، فخور يا فندم. مرحب بيك في قناه الاهلي، نورتنا ومع حضرتك ان شاء الله. تسلم لي يا فندم، كلك ذوق. انا يعني التقيت بحضرتك وسلمت عليك، واسمح لي اقول لك على المستوى الانساني والشخصي، بما اني كمصريه وبعتز جدا ببلدي، واكيد بشكرك ان انت يعني واجهه مشرفه لينا. ولما يكون في عندنا نموذج زيك، وخصوصا ان اللعبه دي، وانا ده اللي اتكلم معاك فيه، كونغ فو دي يعني من اللعب النادره وليست منتشره كتير، ويمكن اصلها احنا عارفين انه مش عندنا في مصر اصلا. مش قادره اعرف عربي، شايفه ما شاء الله سنك صغير ما انتش كبير، يعني ربنا يديك الصحه يا رب. فازاي جات لك فكره، وازاي انت حبيت اللعبه دي، وبناء على ايه، رغم انها ما كانتش منتشره في مصر اطلاقا؟ فممكن تقول لي بقى كده بدايتك ازاي؟ هي بس هي مش في منتشره، هي بالعكس هي منتشره كل حاجه، ولكن من سنه كام منتشره؟ هي موجوده من زمان، يعني زمان. اللعبه موجوده حتى بتمارس في مصر من زمان، وتمارس اصلا في الصين. أيوة. من الاف السنين، وبيستخدموها في الحروب وكده، لكن مزبوط. هي الفكره بدا يبقى الاتحاد الدولي وبطولات رسميه. أيوة. من سنه 92. يعني الاتحاد مزبوط. الدولي انشا سنه 90. أيوة. اول بطوله دوليه او بطوله عالم كان سنه 92. هي. وده اللي بيخلينا احنا متميزين فيها، عشان احنا لسه اللعبه تعتبر جديده، ده تاريخ في الرياضه جديد، فاحنا مواكبين للحدث، فدايما متفوقين. احنا من اول بطوله عالم سنه 92 واحنا دايما مصر بتعمل نتائج وبتعمل ميداليات موجوده فيها. طب مين اللي كان بيدربك يا كابتن معتز؟ يعني انا عايز اعرف انت بدايتك من وانت صغير، كان من عمر كام انت حسيت انك حابب اللعبه دي، وليه حبيتها؟ انا الموضوع جه معايا صدفه، انا بدايتي زي اي حد في الدنيا. اسمح لي هدخل ده معاك الفرن وهطلع اكلي وانا جنبك مش هضايقك. انا كنت بدايتي حارس مرمى اصلا، كوره زي اي حد في الدنيا. انا في نادي 6 اكتوبر، وده النادي اللي بعتز بيه، وده النادي اللي انا اتربيت فيه، وده النادي اللي فيه كل البطولات بتاعتي ما شاء الله. فكنت بلعب حارس مرمى، فيعني حصل موقف طريف كده ان انا دخل فيها 3 اجوان في 3 دقايق، فالمدرب قال لي مش عايز اشوفك تاني في الملعب بس. فانا كنت حزين جدا، فاخويا الكبير قال لي روح، انت لياقتك كويسه ومرونتك حلوه، جرب العب كونغ فو. كنت انا ساعتها سنه 2002، كان 2002. عندي كنت في ثانيه اعدادي تقريبا ما شاء الله. هو ده يعتبر كبدايه سن متاخر. ايوه يعني كل كبدايه ما ايوه فاهمه، كل ما كان البدايه من سن كده اصغر من 9 سنين تقريبا. بس فالمدرب في النادي عندي شاف ان انا فيها حاجه كويسه، وبدات الانطلاقه بقى من هنا. يعني ما شاء الله بقى لي 20 سنه بالظبط. وعندنا مدربين جامدين في مصر. طبعا طبعا، انا بقول لحضرتك احنا مصر ترتيبها دايما عالي ما شاء الله. مصر ودايما النتائج الكويسه اللي بتتحقق بتبقى اغلبها بمدربين مصريين، يعني مش ما شاء الله. والله انا فخوره، اصل انا عارف ليه، انا بعرف منك، لانه في ساعات كده اولادنا او الاجيال الجديده يمكن التكنولوجي اخذ شويه، فما بقيناش احنا بنشوف الرياضه زي ما كنا، الا اللي حابب يكمل ويبقى محقق في الرياضه ويبقى يوصل للعالميه. يعني فاحكي لي بقى طيب كده، يعني انت الاول عرفنا يعني الشخص، انت متجوز عندك اولاد؟ انا متزوج ما شاء الله، وعندي بنت وولد ما شاء الله، عندي ايلين وعندي يونس ما شاء الله. وبس، وانا اصلا خريج ليسانس اداب. يعني كنت بتدرس يعني انت، طب قدرت توفق ازاي بين الرياضه وبين الدراسه؟ دي نقطه مهمه برضه انا حابب اتكلم فيها. ان عمر الرياضه ما بتعطل عن الدراسه خالص، احنا الاجيال دي بنذاكر معاهم بالعافيه. انا كنت متفوق جدا، انا كنت الاول على المدرسه في ثانويه عامه بسم الله ما شاء الله. فبالعكس انا كان عقابي ان انا ما اروحش التمرين، يعني انا لو ما ذاكرتش، انت لو ما ذاكرتش مش هتروح تمرين، فكان انا المكافاه بتاعتي ان انا اروح تمرين. تروح التمرين. فبالعكس هي كانت يعني هي الدافع ان انا اذاكر، ان انا في تمرين في بطوله الدافع ان انا اذاكر. في الاخر خدت تفوق رياضي في ثانويه عامه عشان كنت جبت البطوله. فالرياضه عمرها ما بتعطل خالص عن الموضوع. يعني انا زي ما بقول لحضرتك، انا لما اروح لعبتنا عنيفه جدا، فلما اروح انا جسمي مكسور وتعبان وعضلاتي، ده بالنسبه لي متعه. التمرين بيبقى تقريبا وقته قد ايه كابتن؟
هو مش اقل من ساعتين. ساعتين سواء صغير وده كبير. وده كل يوم ولا في راحه في النص في على حسب بقى الكاتيجوري اللي انا فيها يعني. انا في البدايات خالص كنت بادئ في المدارس زي الاطفال الصغيرين العادي ناشئين بعد كده كان بيبقى 3 ايام في الاسبوع. تمام. بعد كده دخلت الفريق بقى 4 ايام في الاسبوع. زيب. لما بدانا نخش منتخب ومعسكرات بقى كل يوم. كل يوم. بعد كده بقى مرتين في اليوم، احيانا بتوصل لثلاث تدريبات في اليوم وهكذا. نسالك بقى على نقطه مهمه. بما ان انت بقى بدات في سن صغير، فكره الاكل بما اننا في مهارات عظيمه بقى، احنا عارفين الرياضيين اكيد ليهم نظام غذائي، كل لعبه بتختلف عن الاخرى صح كده؟ ليها تكنيك وشكل وسيستم وطريقه اكل معينه. الاكل الصحي عموما ايا كان، حتى لو كنت بتاكله طول الوقت، هل هو كافي بس ولا بيبقى ليكوا سيستم معين؟ يعني يومك بيصحى الصبح بتعمل ايه؟ قول لنا كده. برضه ده هيرجع للكاتيجوري والسن اللي انا فيه. تمام. السن الصغير احنا بنطالب ان هو ياكل كل حاجه كويس، اي حاجه قدامه ياكلها. ايوه، لان هو احنا لسه في مرحله البناء وفي مرحله طبعا كل حاجه دي بعيدا عن الفاست فود والحاجات اللي فيها كل حاجه في البيت، يعني ما بنقلوش حاجه معينه. فهمت. الاكل الموجود يتاكل. لازم لان احنا بنبني عضل بنبني، لكن اكل بيتي ما هوش بقى زي ما احنا دلوقتي شغالين على الفاست فود. لا ده ما ينفعش، ده ما يصلحش. لو الواحد المفروض ان هو عموما وعشان هيبقى رياضي. ايوه. بعد كده بتخش في المرحله البطولات بقى والاصعب. في احنا عندنا لعبه خصوصا الالعاب القتاليه عموما او اي لعبه فيها فئات اوزان. بيبقى كل وزن او كل مثلا 3 4 موازين لوحدهم بيبقى ليهم طريقه اكل معينه. اكل الموازين دي اللي هو وزنك انت كاللاعب. احنا مثلا يعني مثلا حضرتك وزن فوق التقيل. انا وزني فوق التقيل. احيانا في يعني انا اول بطوله عالم خدتها كان وزني 108. ايوه ما شاء الله. بعد كده لما بدات المنافسه تبقى اقوى بدات فيها بلاقي بقابل ناس 160 كيلو 170 كيلو. طبعا وده بيفرق برضه كفايه، فلازم انا ازود وزني. فاضطريت ان انا اكلي يزيد شويه، طريقه التمرين تزيد شويه، نسبه البروتين تزيد شويه، نسبه الفاتس لازم ازود فاتس لان الفاتس هي مصدر الطاقه للجسم. طبعا. بس بنسب معينه عشان اقدر اواكب او اجاري الموازين اللي بتبقى معايا يعني. تمام. والنسب دي بتتحدد من قبل المدرب او الكوتش او اللي هو النيوتريشن اللي معانا او الدكتور بتاع التغذيه اللي موجود معانا. طب دي شيء اساسي، ده شيء اساسي دلوقتي حتى مع تطور العلم والتدريب. الاكل ده شيء اساسي، تغذيه وتمرين ونوم، دول اهم ثلاث حاجات في للرياضي. اسال بقى حضرتك. فضل. طبعا اول بطوله دي بتبقى حاجه قويه جدا وليها كده يعني صدى عند الانسان ما بينساهوش طول عمره. تمام. دي كانت في 2015 بالزبط. في اندونيسيا مظبوط كده؟ وكانت وزن فوق التقيل. طب حضرتك بقى قول لي احساسك بقى لما اخذت البطوله دي، كان ايه شعورك بقى؟ هو طبعا ما فيش حد وصل للقمه الا لما وراه قصه معاناه كبيره جدا هو مر بيها. ايه الصعوبات اللي واجهتك يا كابتن؟ هو الصعوبات اولا انا مثلا بجيب اول وثاني جمهوريه من 2006 ما شاء الله. ده على ما دخلت المنتخب 2013. خدت تمام؟ وقت طويل. اخش تصفيه اراء وجهات نظر المدير الفني مش عارف ايه الكلام ده كله، على ما دخلت المنتخب رسمي يعني الناس شافت بقى ان انا ده يعني خلاص نشوفه. كان 2013. فطبعا كل ده انت بتمر بمراحل وبيشوفوك طبعا وبتلعب بطوله والموسم اللي بعد وارجع اتمرن وخيبات امل كتيره وازعل وحزن وقصص وهكذا. كتيره وفي الاخر برجع تاني واكمل تاني للموسم اللي بعده وهكذا وهكذا. ما شاء الله وهكذا. ما شاء الله. لما دخلت المنتخب 2013 كانت لسه في البدايات، في جيل طبعا اكبر مني هم لعبوا البطوله وانا بيعدوني عشان خاطر تهيئ لي بالظبط. ايوه. لان هي بتبقى خطه طويله المدى لان اللعبه صعبه، فعشان تجهز لاعب بالظبط لازم يكون في بالظبط. طبعا يا فندم. 2000 يعني انا كنت حزين لان انا مثلا في 2013 كنت كسبان البطل اللي سافر مكاني. يا ما شاء الله. كسبته في التصفيات هنا. فطبعا المدير الفني بتاع المنتخب خده هو ما خدنيش انا، كان ليه وجهه نظر فعلا. السنه اللي بعديها مباشره وهو كانت ساعتها جاب ميداليه برونز. السنه اللي بعديها مباشره خدنا انا. ومفروض كنت خلاص مسافر في سنه 2014، بس حصل لي كسر كبير جدا قبل السفر باسبوعين. قبل السفر باسبوعين حضرتك عارفه حلمي بحلم بيه سنين عمري طبعا يتوقف كده. كان الموضوع بالنسبه لي صعب جدا لدرجه ان انا كنت ببص على الناس ماشيه في الشارع انا هعرف امشي على رجلي ثاني ولا لا من كتر ما انا حزين. والحمد لله في خلال سنه كان كسر كبير جدا، بس في خلال سنه الحمد لله قدرت وسافرت البطوله بعدها وجبت اول عالم. ما شاء الله. فحتى ساعتها المدرب قال لي هو نصيب، انت 2013 كسبت وما سافرتش، كنت جاهز انك تسافر 2014 وحصل لك ربنا اصابه. كرم كبير من ربنا لان اول لاعب في تاريخ اللعبه بتاعتنا يسافر من اول بطوله عالم يجيب اول ميداليه ذهبيه. ما شاء الله. يعني كان الاغلب بيجيب برونز وبتاع كده، لكن انا من اول بطوله جبت في مرحله العموم يعني. ايوه.
بس فمن بعديها بقى بدات تتوالى الانجازات يعني. بس دي حاجه جميله. طب قولي بقى لما يعني بعد ما ربنا اكرمك وكان احساسك اكيد شعور مختلف، شعور مين اللي طبعاً كان معاك بقى ساعتها يا كابتن معتز؟ شعور مختلف في البطوله دي من 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 مقربين منك، او مين اول تليفون جالك قال لك ايه، او الكوتش بتاعك نفسه لما قابلك تحت في هو لا هو في لقطه هنا، في صوره هنا والكوتش انا هو جري عليا شايلني في ضمن الصور اللي موجوده. فرحان بيك. انا اللي شلته. انت اللي شلته؟ يا نهار ابيض. هو مش هيقدر يشيلك. هو حتى من الفرحه طلع لي على الرينج فوق وشالني. بس بعد كده بقى طبعا ساعه النشيد الوطني لما كان بيتعزف والعلم مصر مرفوع، انا بالنسبه لي ما كنتش يعني ما كنتش متخيل ان انا هتاثر كده. بكيت يعني. يعني لا مش فكره بكيت، بس انا النشيد الوطني بسمعه ماتشات الكوره ما بحسش ان هو بيسيب الا لما مسك انت شخصيا. بالظبط بالظبط. يعني انا واقف على المنصه، كان قبليه حتى زميل لينا جاب ميداليه ذهب في الفريق عندنا في الجزء، احنا عندنا شقين، شق قتالي اللي هو السنده وشق ثاني استعراضي الاساليب، عندنا ولد جاب ميداليه ذهب، فشفت حتى العلم بيترفع، بس ما تاثرتش قوي الا زمان انا كنت واقف على المنصه والنشيد بيتعزف. الموضوع فعلا حاجه قويه جدا جدا. اما رجعت بقى مين من الاهل اول ناس قالوا لك؟ والدي الله يرحمه، كان كنت لسه متزوج. أيوة. فكان والدي الله يرحمه استقبلني واخويا واصدقائي، الناس المقربين. حضرتك عارفه طبعا الاعلام الرياضي والغياب عن الالعاب القتاليه دي بالذات، او الالعاب الفرديه اللي بنسميها الالعاب الشهيده. فدي كانت من ضمن الصدمات يعني، انا راجع ومتخيل ان الموضوع هيبقى ليه صدى كبير، ما كانش ليه صدى كبير خالص. وده رغم كده ما وقفنيش يعني. السنه اللي بعدها انا بطل عالم 5 سنين ما شاء الله، فالسنه اللي بعدها حققته، واللي بعدها يعني ده تارجت وده هدف. انا هتكلم معاك في فكره الاصرار على ان الواحد دايما ما ييأس، وانه مهما تعرض لصعوبات وكبوات انه يحط ده وان ربنا هيكرمه. اسمح لي هنقف عند دي وهنطلع استراحه، نستصبح حضرتك ونرجع نكمل تاني مع كابتن معتز باذن الله، في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه، وما زلنا معانا ضيفنا اللي مشرفنا ومنورنا كابتن معتز رادي بطل العالم في الكونغ فو. حضرتك احنا وقفنا عند يعني انت قابلت صعوبات بس الواحد اصر، رجعت واصريت والدنيا مشيت الحمد لله. تمام. اولا انت بتشتغل، انت قلت لي ان انت خريج. انا اصلا خريج سانس اداب زي ما حضرتك، بس انا تخصصي كان اتش ار. اوكي. تمام. ودي من ضمن برضو التضحيات اللي انا كنت اتش ار في مول العرب. في بوزيشن كبير. تمام. وجالنا امر ان احنا نروح نعسكر في العريش. أيوة. فانا الاول كنت كان المعسكر في حدائق الاهرام، فكنت بروح الشغل. أيوة. يعني اخلي الشيفت بتاعي من الساعه 12 بالليل ل 8 الصبح. ايوه. واحضر 3 تمرينات. من 9 ل 11 ومن 3 ل 5 ومن 7 ل 9. يا ما شاء تمام؟ الله. واروح تاني اجهز للشغل تاني يوم. وكنت في الوقت ده لسه راجع من الاصابه، فكانت رجليا تورم كبير قوي. فكنت البس بنطلون عشان مش عايز حتى الكوتش يعني، هو في ابروف سامح ان انا اريح، انا مش عايز اريح بس انت مش حاجه. عشان ما يبانش ان رجلي ورمه، فابتدي اروح التمرين لحد ما جانا ان احنا نروح نعسكر في العريش. تمام. فطبعا العريش ما فيش هينفع اروح شغلي خلاص. فكان هنا يا الاختيار، يا هسيب الشغل يا هسيب الحلم اللي انا بحلم بيه طول عمري. وكان كل الاصوات ساعتها ان لسه الناس شايفيني ان انا شفائي ما اكتملش، يعني ان انت يا ابني مش هتسافر السنه دي، فما تسيبش وظيفتك وشغلك عشان خاطر تكمل. يعني مش ضامنين، مفيش حاجه مضمونه طبعا. اكيد. ده ممكن ابقى جاهز 100% وتحصل اصابه. قدر الله. قلت لهم لا، انا همشي ورا حلمي يعني. والحمد لله رحنا لعسكرنا في العريش، بعد كده رجعنا ولعبنا هنا بقى لقاء مع منتخب الصين وكسبت الحمد لله. منتخب الصين. وده كان احساسك ايه بقى وانت بتلعب منتخب الصين؟ كنت عايز اجري. احنا ما هي لعبه صينيه، وانا كان اول ماتش مع حد غير مصري في حياتي كان هو اللقاء ده. وكان زميلي اللي قبليه، احنا كان في يعني 2 في كل ميزان يعني. أوكي. كان زميلي اللي قبليه في نفس الميزان لعب الماتش، وكان الماتش صعب جدا. صعب. فانا كنت تاني يوم بقى انا بقول لكابتن النبي يعني اهرب يعني. ربنا يسترها. كتر بس ده قلق طبيعي يعني، ده كان قلق. قلق صح. لو انا ما كنتش قلقان. بالظبط. قلق صح. لو انا ما كنتش قلقان ما كنتش لعبت. بالعكس يعني انا نفسي كنت مستغرب القلق اللي بره ده ازاي تحول للقوه دي في واليوم ده كمان من ضمن الايام الجميله. انا ده اليوم اللي اتعرفت فيه على زوجتك. لا انا هعرف دي، استنى هطلع الكباب الاول. طيب طبعا نوجه لها تحيه زي بتشوفك دلوقتي ومتابعانا طبعا والاسرتك كلها. كابتن معتز اسمحوا لي، بصوا ده الكباب انا عملته في الفرن لاصدقائنا اللي مش عايزين يعني يعملوا بقى فحم وحركات. الصوص ده بصوا انا هعمل بيه ايه، انا هقول لحضراتكم دلوقتي. طبعا تقدروا تدوا فحمايه لو حابين، يعني نقدر ندي فحمايه. بصوا الميه دي
انا ايه مش ه... يعني مش هتخلص منها، هاخد كده في بوله وهعمل على شويه العيش دول انزلهم في الميه. انت قول لي بقى الاول اخبارك ايه مع الاكل؟ طبعا البروتين ده اساسي، فانا طبعا الكباب هو طبعا بره سالوني انت ايه علاقتك بالمطبخ؟ ليك علاقتهم طبعا، ليها علاقه وطيده، انا بخش اكل بس بس فانا علاقتي بالمطبخ بسيطه جدا. ايوه يعني حتى انا لما بخش المطبخ بيطردوني جري، لان اولا لو حكيت اعمل حاجه بالدنيا يعني ماشي بتتبهدل، فاللي هو مش عايزين منك حاجه. طب لكن مالكش حاجه مثلا معينه تحب انت تقف تعملها كده ساندوتش مثلا لو جوعت حاجه؟ لا ممكن شويه بطاطس محمره اللي هي اصلا ما فيهاش عمايل. ها شويه بطاطس محمره اللي هي اصلا ما فيهاش عمايل. ليه ما فيهاش عمايل؟ شويه بيض اومليت بالطماطم، حاجات بسيطه قوي قوي. فهمت كده بقى اكل يعني بس. يعني لما حتى احب اعمل انا زوج متعاون واخش المطبخ بطرد على طول، ما المطبخ بيبوظ مني. ده مش حضرتك لوحدك يعني، عموما مش عايزه اقول كده بس يعني اغلب الرجال يعني لازم يكون حد حابب الموضوع. هي مش فكره حابب ولا مش حابب، انا مش فعلا مش بعرف، مش فكره حابب ولا مش حابب، هي مالهاش علاقه بحابب ولا مش حابب. بينكش الموضوع؟ مش انا مش عارف يعني ما هعمل مش ايه. عارف بالظبط مش عارف، لكن طيب. بعرف اكل كويس جدا. احنا معانا مكالمه جايه لحضرتك، ممكن ترد على المكالمه دي بعد اذنك؟ الو يا ميزو. انا مش سامع الصوت بعد اذنك يا اولاد. يا ميزو سامعني؟ كابتن شريف طبعا. كابتن شريف مصطفى رئيس اتحاد الكونغ فو، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نرحب بيك. اهلا بك يا يعني ده شرف لينا والله مكالمه حضرتك ومداخلتك. لا يا فندم ده شرف لينا وجودنا على القناه معاك، وده شرف لينا اكتر. ويعني النماذج اللي احنا شايفينها دي كابتن معتز بجد واجهة مشرفة بجد للمصريين ولهذه اللعبة بجد، ودينا كده يعني نبذة عنه كده بعد اذنك يا كابتن. هو معتز بالنسبة لنا يعني هو صورة ما شاء الله. ولما في بداياته وبعد الصف وبعد ما بقى بطل عالم بعد ما دخل في لجنة اللاعبين اللاعبين الثلاثية يعني حاجات كتير يعني معتز بالنسبه لنا حاجات كتير. طب قول لنا كده كابتن يعني بما ان حضرتك رئيس الاتحاد قول لنا انتوا بتعدوا اللاعبين ازاي للبطولات؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تبقى استعدادات بتبقى انا عارفه انها قويه وبتبقى دايما مرهقه جدا عشان احنا يمكن بعيد فعايزين نعرف من حضرتك برضو. لا والله طبعا احنا عندنا اعداد اللعيبه للبطولات بيبتدي من اول ما بنعمل يعني مع كل مستر بنعمل تجارب منتخب. ايوه بنختار فيها عناصر طبعا اضافيه بتوصل العناصر تبقى موجوده اساسيه معانا او مستنبطين دوليا. ايوه بتنتخب على طول يعني دماء جديده دايما ما شاء الله. وبعدين بالنسبه لهم يعني بتيجي بقى معاهم الاول معسكرات مفتوحه تمام وبعدين بقى بنبتدي نخش لهم في المعسكرات المغلقه وساعات يعني بتبقى المعسكرات دي بيبقى في جزء منها داخل مصر وجزء خارج مصر. خارج مصر بتستعدوا لايه؟ الميزانيه المتاحه. فهمت حضرتك. طب بالنسبه للفتره اللي جايه يعني بتستعدوا لايه بقى يا كابتن؟ والله احنا الفتره اللي جايه عندنا ثلاث بطولات، عندنا بطوله افريقيا اللي هي فيها مصر في مصر، وعندنا البطوله العربيه للمنتخبات للشباب فيها تبقى في مدينه بورسعيد طبعا لاول مره تبقى 16 تحية ليهم طبعا بإذن الله. ايوه على خير ان شاء الله. لازم نشكر اللواء عادل القطان محافظ بورسعيد على الاهتمام اللي هو عامله. تحية لبورسعيد ولكل اهل بورسعيد يا كابتن. وبرضه لازم نشكر الدكتور اشرف صبحي اللي هو يعني راعي البطولة بإذن الله الشباب والرياضة. طيب حضرتك توجه جملة لو حبيت توجه جملة لكابتن معتز او رسالة ليه تقول له ايه؟ لا والله في معتز بالنسبة لنا حاجة يعني حاجه كبيره في الحياه وقدوه، انا بس انا عايزه يستمر هو يكون قدوه للجيل اللي طالع دايما. ايوه ماشي على خطى ثابته جدا. ايوه واحنا برضو بنحاول ندفع معاه يعني الموضوع. معتز للناس المصنفين كمحاضر دولي يمكن على مستوى افريقيا الوحيد هو اللي مصنف كمحاضر دولي، ويمكن كان عمل محاضرات اونلاين للعالم كله يعني ما شاء الله مع الاتحاد الدولي ما شاء الله. وانا بس انا عايزه يستمر قدوه للشباب اللي طالع، وباذن الله هو دايما يعني عند حسن ظننا. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم، ميرسي. انا اللي عايز اقول بقى كلمه لكابتن شريف. كابتن شريف مصطفى شكرا رئيس اتحاد الكونغ فو، شكرا لحضرتك ولمداخلتك. توجه له بقى رساله كابتن معتز. هو بس مبدئيا هو كابتن شريف لسه من يومين بالظبط او من اسبوع بقى هو رئيس الاتحاد العربي كمان ما شاء الله، وهو بالمناسبه رئيس الاتحاد الافريقي ما شاء الله، وهو نائب رئيس الاتحاد الدولي
خلاص كل ده من شخصيه مصريه يعني. وهو كابتن شريف اللي رشحني لعضو لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي، وهو اللي رشحني للمحاضر الدولي، وهو اللي لسه يعني الفتره اللي جايه في كمان شغل جديد مع الاتحاد العربي يعني. كابتن شريف واضح انه متحمس لك جدا ومؤمن بيك جدا الروحي كابتن معتز فعلا. هو طبعا الكونغ فو واللعبه شهدت طفره كبيره في عهده، فانا بحب اشكره ان هو على ثقته فيا، واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنه دايما، وربنا يباركنا فيه ودايما موجود معانا، وان شاء الله في ازدهار اللعبه ان شاء الله ان شاء الله. طيب قول لي بقى اول لقاء بزوجتك. أيوة. يعني طبعا كل التحيه ليها، قول لنا بقى كان اللقاء ازاي. هقول لحضرتك، هو في موقف كوميدي. انا كنت كلام من 2014 يعني، الاول قبل اللقاء ده. ايوه. كنت انا ساكن في مدينه 6 اكتوبر، فكان انا بقى كنت فاكر ان محدش نجم في المدينه غيري. فشفتها كنا في بطوله، فشفتها في البطوله ما شاء الله، فقلت مين البنوته العسوله اللي في البطوله دي وانا ما اعرفهاش، ده انا. أيوة. النجم بتاع المجال يعني. فبعت لها. هي كانت في البطوله حاضره ضمن بتلعب في البطوله. فانا ده بتلعب ما شاء الله. فروحت بعت لها على الفيسبوك كذا 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 وانا كذا، طبعا ايه سقعت لي خالص. بس فتلف الايام، وانا حد بقى من زمايلي هي. أيوة. كانت بتتمرن معايا بالصدفه، قال لها ده في لقاء مع منتخب الصين. ايوه. تعالى نروح نتفرج. ما شاء الله. لقيتني معدي بقى مع المنتخب ولعبت الماتش وبتاع، بس اتقابلنا بعد البتاع وقعدنا نتكلم بعديها، ومن هنا جه اللقاء يعني. طيب بس ما تقول الو كده. الو الو. تعمل لي مفاجأة؟ مفيش أحلى من كده مفاجأة. طبعا. صح كده؟ أهلا وسهلا مدام سارة. أهلا بيك. أهلا بيكي حبيبة قلبي زوجة كابتن معتز رادي. أهلا بيكي جدا. وقولنا بقى، أنا عايزة أسألك سؤال شخصي شوية. إحنا بقى بتتعاملي مع كابتن معتز إزاي في البيت؟ لا ده ضرب بقى وتحديف حاجات على بعض بقى، بقول لك ايه. يعني الموضوع بسيط ولا عشان في بقى يعني انتوا التقيتوا واتفقتوا وانت عارفه ان هو بطل واكيد ليه سيستم معين واكيد حضوره في البيت بيبقى في اوقات معينه، تعاملاتك ازاي معاه؟ انا عرفت ان هو اولا ما بيدخلش المطبخ، او لما بيدخل بتقولي له لو سمحت يعني بلاش تدخل المطبخ. بيعمل بلاوي. يا نهار ابيض. طب ايه اكتر اكله بيحبها من ايديكي؟ لا هو في حاجات كتير يعني، مش حاجه واحده. انا هقدم الكباب. انا طبعا مش هيبقى حلو زي اللي انت بتعمليه، لكن طبعا ايه عاملينه في البيت، لكن قولي لنا بقى ايه اكتر الحاجات طب اللي بيحبها من ايدك، او ايه اللي انت دايما يقول لك انا مش هاكله غير من ايديكي. يعني بيحب المكرونه بشاميل، بيحب الكفته، البانيه. حاجات كلها بروتين. الحاجات البروتين. طبعا يعني سعيده بيكي جدا. وقولي لي بقى علاقته باولاده ايه؟ هل هو راسم دوره مثلا لابنه، او ان هو يبقى زيه ياخد نفس اللاين؟ قولي لي كده بيتعامل ازاي معاه في البيت لما بيقعدوا يلعبوا مع بعض. بيلعبوا بنته، هو عايز الاثنين يلعبوا نفس اللعبه. عايز الاثنين ما شاء الله، ربنا ينوله كل بيتمناه يا رب، وتشوفيهم ابطال كده زي باباهم يا رب. ان شاء الله. تحيه ليهم طبعا، وتحيه ليكي، ونشكرك على مداخلتك وعلى دعمك لي، لانه اكيد وراء كل رجل عظيم نجح امراه عظيمه بتساعده، ويعني انه يحقق كل اللي هو نفسه فيه، دي حاجه مهمه. والعكس صحيح. قبل ما قبله يا حبيبتي. حبيبتي انا بشكرك لمداخلتك جدا جدا، شرفتينا ونورتينا. شكلهم كلهم لوحدي هجيب لك من هنا والشفا. لا هجيب لها، انا هبعت لك. قولي بقى بالنسبه لاولادك بما انهم صغيرين، انت بتفكر في عمر قد ايه تبدا ممكن عشان احنا كمان ناخد بطوله اوريدي؟ خلاص ما شاء الله. هي الله اكبر. هي مواليد 2017، لعبت بطوله السنه اللي فاتت للمواهب الصغيرين يعني. فهي خلاص اوريدي بقى، انا عايزه ابقى زي بابا وخلاص. ما شاء الله. لا قوة إلا بالله. ربنا يحميها. لسه ابني ربنا يبارك فيه سنة ونص، فلسه بقى هو بيضربني دلوقتي، بيبدا دلوقتي يلطش خفيف ويزعق على خفيف مش مفهوم، ولكن بقى ان شاء الله ربنا يسر. ربنا يبارك لك. انا مش هكبرهم على حاجة يعني، انا طبعا اتمنى يكونوا هم في نفس المجال بتاعي عشان اقدر افيدهم واساعدهم اكيد، ولكن انا مش هكبر على حاجة، على حسب هو الولد عايز ايه او البنت عايزة ايه. فهي دلوقتي بتلعب جمباز، فهي بقى على حسب ما هي تختار. تعرف الاطفال ما فيش استقرار حاجه لحد ما هي لحد ما تقرر ان هي هتستمر. هي عايزه بقى دي ان شاء الله في ظهرها في اي حاجه ان شاء الله. دي رساله يعني جميله منك والله لكل الابهات. يعني انا رغبتي الشخصيه يلعبوا نفس لعبتي طبعا اكيد، عشان تدعمهم وعشان تساندهم، انما هم حسب رغبتهم الشخصيه هم عايزين. والله اتمنى ان انهم يحققوا اللي انت نفسك فيه، ويكون هو نفس امنياتهم علشان هم كمان يبقوا سعداء، لان برضه سعادتهم دي حاجه مهمه. طبعا. قولي بقى يعني هسألك كده آخر حاجة، أنت دلوقتي مدرب صح؟
يعني احنا دلوقتي قولي بقى يعني دلوقتي ايه عشان لو نقول لكل الناس اللي حابه انها تدخل في المجال ده او اولادها حابه، عشان ابني بيتدرب كيك بوكسنج فانا عايزه ابدا بقى اديله، بيحبه جدا ومش عايزه اسيبه. تمام. فقولي يعني نتجه ازاي؟ عرفنا الطريق. بص، هو اهم حاجه في الموضوع كله هو يبقى حابب الموضوع. ومين عليك بتقولي هو حابب او اي ولد او اي ولد تاني، فهو لازم يبقى فيه استمراريه في في الموضوع. اهم حاجه ان احنا جوه صاله التدريب عنف شديد، بره صاله التدريب بني ادم مؤدب محترم، يعني ما يقدرش التحكم في الغضب دي. طبعا صح. بص هقول لحضرتك، احنا من اخلاق الرياضي بيتعرض علينا تو كيسز، اللي هي ولد متوحد مش عنده، مش متوحد يعني لا اللي هو أيوة في حاله تعمل. لا زمايله بياخدوا ايديه في المدرسه، مش منعزل ما بينعزلش، لا ما بياخدوا منه سنشوف في المدرسه، فانا جاي العب يا كابتن عشان خاطر يبقى عنده ثقه في نفسه. الكيس الثانيه عكسها تماما. ايوه، ولد عنده مجهود مفرط، ولد شقي، ولد بيعمل مشاكل، فعايزين نجيبه عشان يخرج الطاقه دي هنا. فالاثنين بيتعالجوا عندنا كويس، يعني بيكتسب ثقه في نفسه كبيره جدا، بيكتسب ان هو يكون بيتحكم في انفعالاته. فده بيستفاد وده بيستفاد. تمام. طبعا والاهم ان هو مواكبه الحدث بقى، دايما نتابع دايما في تطور. يعني احنا بنلعب بطوله العالم السنه دي، وعقبال ما نجهز شغلها نروح البطوله اللي بعدها نلاقي حاجات جديده، فلازم دايما نتطور ومواكبه الحدث عشان احنا نكون على يعني ماشيين معاهم. عشان كده بقول لحضرتك احنا مواكبين الحدث، عشان احنا ترتيبنا دايما ورا الصين وايران وروسيا، هم دول اقوى ثلاث دول. احنا بعديهم على طول، فمصر قويه جدا في اللعبه ما شاء الله. في الالعاب القتاليه عموما يعني. اوكي، انا طبعا بشكرك جدا، انت شرفتني بجد كابتن معتز النهارده والله بجد جدا، وحضرتك وجهه مشرفه. ويمكن انا حبيت ادخل في النطاق ده لان انا بحب الرياضه جدا. والواحد لازم يعني حتى يبقى عنده مش من سمات الشخصيه الرياضيه، يفهم كتير عنها، يعرف الناس دي بتبذل مجهود قد ايه، الناس دي بتتعب قد ايه، الناس دي عشان توصل للمراكز دي مش سهل، الناس كمان القائمه على انها يعني توصل كل ده، فهم ليهم كل الشكر والتقدير. وشرفتنا ونورتنا. اتفضل. ابعت رساله شكر لوالدتي، انها هي دي برضو كانت، اي نعم ساعه الدراسه اوقات الدراسه كان الموضوع شديده شويه معايا، لا شديده معايا في الدراسه ما شاء الله، لكن انا لما كنت مكسور مثلا، وهي ست كبيره ربنا يحفظها ويديها الصحه، كانت هي بتسندني عشان ادخل الحمام، هي بتسندني عشان اتحرك وهي مش قادره، فطبعا هي ليها فضل كبير عليا. كل التحيه والشكر والتقدير لوالده حضرتك. وطبعا والدي الله يرحمه برضو كان يرحمه. واخويا الكبير اللي هو اصلا وداني اللعبه الله يرحمه برضو، فربنا يغفر لهم ويبارك في صحه والدتي ويخلي الوالده ويبارك في صحتك وعمرك واولادك واسرتك جميعا. انا يعني رساله بشكر حضرتك جدا ان تديني فرصه ان انا اتكلم في كل التفاصيل دي، وان شاء الله نكون مع بعض مره ثانيه. نورتنا كابتن معتز بجد، وشرفتنا، وحضرتك شرف لينا وشرف لمصر وكل المصريين. شكرا جزيلا. اسمحوا لي اشكر ضيفي، شرفني ونورني النهارده كابتن معتز رادي، بطل العالم في الكونغ فو. واسمحوا لنا بقى ننتقل الى الفقره الطبيه مع دكتور دينا ابو السعود، المستشار الطبي لشركه باي ناتشرال، في انتظار حضراتكم وكل اسئلتكم.